ألوان الفرح أو كل سكون لو الحياة فوها من أصل الوجود فيها ألوان الفرح أو كل سكون والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد اللي يصير ما من عدم والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد اللي يصير ما من عدم آدم كم بتاخد كم بتعاطي كم يطول كم يطول عمرك دهر هذا محال بس لو تطال الزمن والزمن ليه هو زمان يسرع يا ختم العمر أحلى العمر بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان يسرع يا خدم العمر أحلى العمر الدنيا دي مو دايما لأنك شي في زوال تبقى في نفس المكان تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان كل الأمان الألم والاختيار والزمن لك اختبار رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار القرار القرار بينك نعم القرار القرار بينك نعم أكيد اللي يصير ما من عدم أيام هذا العشاء وصل شكرا عبد الله ما تاكل عبد الله ايش فيك بصراحه انا حاسس انك تريد كل شيء ومدري صراحة يا غسان في شيء أريد أقول لك إياه بس ما أعرف من وين أبدأ وكيف أبدأ أبدأ من البداية وقول اللي عندك إحنا لما كنا ندرس في المعهد كنت أنا أنت إيش؟ عبد الله ايش فيك؟ اخاف اقول لك بس تفهمني غلط. لا تخاف. قول اللي عندك ولا تترضى. انا لما كنا نجلس في المعهد كنت معجب منى. لكن احترمت مشاعرك وحبك لي. قدمت إعجابي داخلي تصرفت معاك ومعاها بشكل طبيعي عشان ما أحسسكم بشيء لكني كنت أتعذب داخلي
كنت اتقطع اتقطع ولا حد داري فيه. كدمت مرارتي داخل صدري وما بحكي لأي حد. حاولت مرة أكلمك بس كانت الكلمة تغص في حلقي وما قدرت أقول أي شيء. غسان أنت عارف إني مستحيل تكون زوجتك وأنا أريد أخطبها. أنت عارف إنه مستحيل إنك تتزوجها وأريد أخطبها قبل أن أي حد يخطبها. ممكن تقبل بأي حد هي في هذه الظروف. سامحني غسان كان لازم أخبرك عشان بعدين ما تلومني. تظن مكالمة تحب؟ أنا؟ لا أنا لا. ألو أنا غسان يا منى اشتقت لك كثير أرجوك لا تبتعدي عني. إني أنا موافقة على الزواج مقابل إنك تتنازل عن القضية اللي رافعنها ضد أبوي وترجع له بيته ومزرعته. فعندك فرصة لحد بكرة ترد علي قبل لا أغير رأيي. شيل صحاك الحين
ايش قلت يا مرشد؟ قلت موافق يا سلمى، بس ايش؟ موافق على كل طلباتك، بس ايش يضمني انك ما تغدري فيني وتخسريني كل شيء؟ صحيح، كل من يشوف الناس بعين طبعه. ما لا داعي هذا الكلام يا بنت خميس، نحن بنصير زوجين. اطمن، انا ما راح اغدر فيك يا مرشد. طلباتك؟ انا مالي اي طلبات عندك. انا اليوم بصير المحكمة بوقف القضية اللي رفعتها ضد ابوك، لا واتنازل عنها نهائيا بعد. بس اسمع كلمة ان حسان طلقت علشان اتأكد من صدق نيتك. اطمن، انا من اليوم راح اطلب طلاقي من حسان. المسألة مسألة وقت. زين يا سلمى، انا وانتي بنسير خطوة خطوة. من يطلقك حسان وتخلص عدتك نسوي الملك وارجع لخميس المزرعة، وليلة العرس ارجع للبيت وتكوني انت عادة في بيتي. صباح الخير. عبد العزيز، الظاهر انك زعلان مني. انا اسفة، سامحني يا عبد العزيز، انا كنت شوي تعبانة الصراحة. البارحة كنت عند سميرة، هي تعبانة ونايمة في المستشفى، والحين محتاجت لي اكثر من اي وقت اوقف معاها. الظاهر انك ما تريد تكلمني. انا اروح المستشفى عن اذنك. الظاهر انك البارحة ما نمتي ابدا. شفتي يا ايمان، شفتي الحال اللي وصلت له. استعيني بالصبر يا سميرة، كل مشكلة ولها حل. بس مشكلتي ما لها حل إلا لها حامل من غسان. لا تصرف نفسك كل هذا، أنا معك، معك دائما. أكيد أكيد يا سميرة، أكيد معك، بس أنت أمري وأنا ننفذ اللي تطلبيه. موجودة في جناح الولادة. لا لا يا سميرة، لا، غلط هذا اللي تفكري فيه. قلت لك يا إيمان، أنا ما أريد أي شيء يربطني بغسان. غسان أبي أتخلص من الأبد، ما بي أي شيء يربطني فيه. أنا غلطانة إني تزوجته، بس أبي أنا أصل لها غلطتي. إذا لا تعالج الغلط بغلط أكبر منه. أنت لازم تحسب خطواتك صح، الأمور ما تأخذ بهذه الطريقة. أنت لازم تتوقع النتائج قبل ما تندمي مرة ثانية يا سميرة.
مساء الخير. مساء النور. بغيت أسألك عن سميرة عبد الله سليمان، في أي غرفة وإيش عندها بالضبط؟ سميرة؟ سميرة؟ آه عرفتها سميرة، أنت زوجها؟ نعم نعم أنا زوجها. مبروك، زوجتك حامل. حامل؟ خلاص أنا قررت اليوم أخرج من المستشفى. تخرجي من المستشفى قبل ما تشوف بقية فحوصاتك؟ أنت لازم تهتم بصحتك أكثر من السابق يا سميرة. ومن مشي أعمالي وشركتي، خاصة عندي بعد كم يوم مسافرة علشان أعقد صفقة تجارية للشركة. كيف تبيني أمشي أموري وأنا قاعدة بين أربع جدران؟ تسافري وأنت مريضة؟ أنا ما مريضة، حامل حامل، وما أريد هذا الحمل يعطل مشاريعي. على الأقل أسافر عشان أقدر أهدى شوية وأعرف أفكر زين. وين سرحتي؟ ها؟ لا لا ما في شيء أبدا. مساء الخير. الحمد لله على السلامة يا أم أمين، إن شاء الله ما تشوفي شر. أنا أعتقد أن غسان يريد يسمي ولده على اسم أبوه سيف، سيف بن غسان بن سيف، اسم جميل. تصدق يا مدام هذا مثل اسم واسطة، يعني مثل أرقام السيارات، رقم يقع بين رقمين متشابهين. يا سلام. هذا الموضوع ما قدرت تخبي على ريلج، ولا انك انت افتكر ليش بتوقفي معي؟ سميرة انا سميرة ولا كلمة، ما اريد اشوفك مرة ثانية، ما اريد اسمع عنك اي شيء. على اي حال غسان ما عنده فكرة عن هذا الخبر سعيد، ولا حتى الزملاء في الشركة، والدليل اني ما اشوف حد منهم من يعني يبارك، واكيد لو عرفوا بيتفاجئوا، لانه اللي يعرفوه عن المدام انها ارمله من سنين. والله يعلم عاد وين يروح تفكيرهم، خاصه ان ما يعرفوا عن زواجش من غسان. تعرفي عاد ايش يترتب عن هذا الحمل؟ طبعا انا طبعا ما اريد الناس ياخذوا فكره سيئه عن ارمله المرحوم مبارك اخوي ولا اولادها امين ومنى. اما اذا الاستاذه طاوعتني وسمعت كلامي ونفذت كل كلمه اقولها، انا مستعد ان اخلصها من هذه الامور والى الابد. لكن اذا رفضت وعصبت وقالت كلام فاضي، بقولها إن جلستنا بكرة في المحكمة. على فكرة يا مدام، أنا كنت جاي أخذ ورث الوالدة فقط، لكن الحين أريد الشركة كلها. نذل نذل وابتزاز وحقير. اطلع برا اطلع برا اطلع برا، وانت بعد اطلع برا يا كذاب يا غشاش، اطلع برا، كلكم برا كلكم برا. هدي اعصابك يا مدام، اطلع برا اطلع برا، قلت لك اطلع برا. اذا الشركه من بكره بتتحول عندك هنا في الغرفه يا استاذه. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة
الله أكبر. على ما أظن يا خميس يا أخوي، عيب علينا نكون في هذا السن وزعلانين على بعض. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى الناس بالجيران، وأنا وأنت يا أخوي أكثر من جيران، نحن وبيننا عشرة عمر طويلة. والإنسان إذا ما غلط ما يكون إنسان، بس عيب علينا يستمر في الغلط. وأنا ما أطلب منك الحين غير أنك تسامحني إذا كنت غلطت في حقك. أنا أعرف يا أخوي يا خميس أنك زعلان مني وما أخذ في خاطرك، بس أحب أقول لك أن مهما صار بيننا واللي سويته معي بعدنا بنظل أنا وأنت أخوة. أحب أطمنك أن القضية رفعتها عنك تنازلت عنها، واللي سويته معي واللي تصرفته معاك انا اعرف انه كان غصبا عنك. والله يعلم يا اخوي يا خميس اني مسامحنك في دنيا واخره، يعني لا تشغل بالك بمحاكم ولا في شيء ثاني. لا يا اخوي، بس انت عليك انك تهتم بصحتك وبس. انا اعرف يا خميس انك انت مستغرب من اللي تسمعه، بس صدقني والله صدقني ان مرشد تغير كثير عن الاول، وبكره بتعرف بعد. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ليش كل هذا يصير معي يا معلم؟ ليش أنا بالذات؟ ليش؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إلى متى أصبر بس؟ إلى متى؟ والهم كل يوم يزيد ويكبر. أدخل البيت كأني أدخل مقبرة أموات. الحزن فيها في كل مكان، والظلام يغطيها في عز النهار. الكبيرة ما عرف هي زوجة ولا أخت، وهمها أكبر من همي. والأم محبوسة في ثياب عدتها، وأنا ضايع بين هذه وذيك. صارت ما تفرق معاي أكون في البيت أو خارج البيت، حتى ما أعرف نفسي. بيتك مكانك يا ولدي، وبنت عمك زوجتك، ولا حقوق عليك، وأمك لازم ترعاها، وعمك ماله حد غيرك. حتى أنت يا معلم تكون ضدي؟ ما يكفي الأهل والزمن ضدي؟ يا ولدي، قدر الله ما شاء فعل. اللي صالك هو تقديم رب العالمين. عيش حياتك مع زوجتك وخلي الأمور تصير بطبيعتها. بس أنا ما أقدر أحس إن سلمى تكون زوجتي، ولا هي قادرة تعيش هذه الحالة. الظروف اللي انوضعنا فيها كانت غصبا عنا. الله يجازي اللي كان السبب، الله يجازيه. وكل أمرك لله سبحانه وتعالى، هو نصير المظلومين. ونعم بالله، ونعم بالله. قومي يا ولدي، قومي للبيت، والإنسان ماله إلا أهله. حسان لازم يطلقني. إيش؟ أيوة يا عمتي، أنا حسان لا يمكن يصير زوجين. حسان مثل أخوي الصغير، كيف يمكن في لحظة إنه يصير زوجي؟ هذا أنا قدامك، تقدر تقولي لي إيش الفرق كوني متزوجة أو لا؟ استغفر الله العظيم يا بنتي، يا بنتي زواجكم صعب وطلاقش من حسان مستحيل. المستحيل إنه أنا أبقى كذاك وما أعرف بحالي، ومستحيل إن حسان يطلقش الحين. السواد اللي ألبسه بسبب وفاة عمي السيف. عمي السيف ما مات إلا من هم هذا الموضوع، والسواد اللي في قلبي على اللي صار أكثر وأكثر. تقية الحين وتطلبي الطلاق؟ ليش؟ إيش تريد الناس تتشمت فينا؟ غلطة أبوي وعمي ما ندفع ثمنها أنا وحسان. الغلطة اللي تتكلمي عنها دفعنا ثمنها كلنا، صغيرنا وكبيرنا، وأولنا سيف. لا تنسي الله يرحمه، كان يريد ينقذش من القهر والظلم والهلاك. يا ريتني لو تزوجت مرشد بعد ما رفضني غسان، صار اللي صار، ما كان صار حالنا كذا. ايش؟ يا ريتش لو تزوجتي مرشد، اشوف سموم مرشد رجعت لنا مرة ثانية، اشوف الوجع اللي انقاسي منه بعد ما خف، اشوف الجرح جالس ينفتح من جديد. ليش؟ ليش تذكري اسم هذا المخلوق قدامي؟ ليش؟ عمتي لا تغير الموضوع، انت الوحيدة اللي تقدر تخلي حسان يطلقني. انت اللي لا تغيري الموضوع يا سلمى. وقولي لي، من اللي طلع براسش فكرة طلاقش من حسان؟ الفكرة من اساسها غلط، ولا تخلينا نستمر فيها. زواجكم شرعي وما في اي غلط. غلط غلط غلط. لا يا سلمى لا، زواجنا لازم يكون صح. الغلط انه ما نخلي الحياة تصير طبيعتها. ايش بطبيعتها يا حسان؟ بتصير الحياة غصبا عنها؟ بتصير وما تعرف وين رايحة؟ خلينا احنا اللي نسيرها، ما هي اللي تسيرنا. انت تقدر تسيرها؟
لما تقدر تشيل هالحاجز اللي بيننا ساعتها تقدر تمشي الحياة بطبيعتها. حسان إذا جالس تسمع كلامي اسمع نصيحتي، فكر دائما بعقل ووزن الأمور بميزانها، وأعرف مصلحتك بنفسك. لا تسأل فلان إيش يريد ولا فلانة، شوف نفسك إيش تريد واقتنع باللي تسويه. لا تسوي أي شيء غصبا عنك، اسأل نفسك زواجنا صح أو غلط، وإذا كان صح شيل هالستار اللي بيننا من هذه الليلة، وإذا تشوفه غلط خلينا نعالج الغلط قبل ما يكبر. حتى إذا كان زواجنا صح يا سلمى، أنا ما أقدر أشيل الحاجز اللي بيني وبينك، لأنه هالحاجز مو مجرد ستارة تقسم الغرفة قسمين. هالحاجز موجود في قلوبنا في أعماقنا، ولو لمجرد تفكير إحنا ما نقدر نفكر إنه إحنا متزوجين. كيف يمكن تنسى الكلمة اللي كنت ناديني بيها يا الكبيرة؟ طلقني يا حسان، طلقني واكسر الحاجز اللي بيننا. لا يا سلمى لا، أنا ما أقدر. ما تقدر ولا ما تريد؟ ولا خايف لا تزعل أمك؟ ما أعرف ما أعرف. لا، لازم تعرف ولازم تقرر. إذا تشوف نفسك رجال هالبيت والمرجع اللي نرجع له، لازم تكون صاحب قرار. أول قرار رجولي تتخذه في حياتك والقرار الصحيح إنك تطلقني. أول قرار أتخذه في حياتي هو قرار قولي مثل ما تقولي إني ما راح أطلقش مهما. أمر الطلاق يا ولدي ما يحل مشاكل بين الأزواج. بس إيش تريدني أسوي يا معلم وهي بعدها مصرة على الطلاق؟ الإنسان في حالة غضب ما عرف إيش يفعل ولا إيش يقول، وعلشان كذاك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عن الغضب. وأنت يا حسان حاول تمالك نفسك، إذا غضبت أو زعلت خلي مفاتيح الأمور في يدك. والله ما أعرف كيف أتصرف يا معلم وهي بعدها مصرة، دائما أنا محتار بين أمي وسلمى. سلمى تريد شيء وأمي تطلب شيء ثاني، وما أعرف من الغلط ومن الصح. الصح يا ولدي أنك ما تعصي ربك، لأن رضى الله من رضى الوالدين، ومخالفة المعصية. وأمك ما تريد لك إلا كل خير، وزوجتك بتعود عليك. وتذكر يا حسان إن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، وهذا اللي أنا قلت لها، طلاق ما رايح أطلقش. هذا أحسن شيء سويته يا ولدي، أنا أروح عندك البيت في أمان الله. مدام سميرة ما موجودة. وين غسان؟ ما أعرف، هو الحين ما يجي الشركة. إذا أجى أو اتصل بيكي قولي له إني أنا أريده في موضوع مهم ومهم جدا، مفهوم؟ لا تنسي. إن شاء الله. على فكرة أنا أريد صورة من بطاقة الشخصية. إيش فيش؟ في شيء؟ رجل مقدم على وظيفة عندي في الشركة وناقصة بطاقته الشخصية، ولا هذا ممنوع بعد؟ لازم تعرفي يا أنسة أنا لي أكثر من نص الشركة. أنا رايح أعمل جولة، أجي أحصل نسخة من البطاقة موجودة. تحت أمرك يا أستاذ. أيوة. تحت أمرك. شكرا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، أنا أشوف الشركة منورة. أترى الأستاذ عبد العزيز موجود؟ أهلا أهلا. بإيش نقدر نخدم أستاذ عبد العزيز؟ آمر. لا شكرا. بالمناسبة يا أستاذ هلال، أنا عرفت أنك أنت دارس قانون، وعرفت أيضا أنك متميز في دراستك، عشان كذا المدام عينتك مدير مالي وقانوني في نفس الوقت. بس يكون في علمك حقي أخذه يعني أخذه غصبا عنك. عفوا، أي حق هذا اللي بتكلم عنه؟ خير يا جماعة، أي صاير؟ عبد الحميد بيقول لك عن كل شيء،
يا أستاذ عبد الحميد، فهم الأستاذ عن حقوق القانونية في الشركة. الأستاذة موجودة؟ الأستاذة في المستشفى. أنا آسفة يا أخت سميرة، أريد أقول لك إنه الأشعة والفحوصات تؤكد إصابتك بالغدة الدرقية. إيش؟ هذه الحقيقة اللي لازم تعرفيها علشان تهتمي في نفسك شوية. عموماً كل النساء معرضات للإصابة في هذا المرض لأنه ينتشر بين النساء أكثر من الرجال. عموماً ما عليك الحين إلا تهتمي في نفسك وفي طفلك الجاي. ليش يا رب؟ ليش؟ هذا اللي قاصر بعد صاب الغدة ليش؟ عموما من الضروري تاخذي العلاج، وان شاء الله بتشعري بتحسن خلال اسبوعين من اخذ هذا العلاج. عن اذنك دكتور. ايوه اخت سميرة. لو سمحتي يا ريت لو تبلغي الاخوة في الادارة، ما اريد احد يزور لي، خلي منعون اي زيارة علي. يا عزيزتي انا ما اريد اتدخل في خصوصياتك، لكن انت بالفعل محتاجة لزيارة الأهل والأصدقاء عشان يبعدوا عنك هذا التوتر والقلق اللي انت فيه. وعلى فكرة زوجك كان خايف عليك كثير أمس وهو يطمن عليك. زوجي تقصدي؟ أقصد الأستاذ اللي كان هنا أمس. هو قال بزوجي؟ أيوة، وأنا اللي بلغته بخبر الحمل. الظاهر كان مسافر أو ما عنده خبر بالحمل، لكن ما شفتي فرحتها لما سمع الخبر مني. وبعدك ما تريدي يزورك ليطمن عليكي؟ عن إذنك. يعني أنا ضربتك يا إيمان، يا ربي ليش؟ أنا سويت اللي علي، وهذا هو التنازل عن القضية يا بنت خميس. الدور والباقي عليك عاد. ممكن أشوف التنازل بعيني وأقراه؟ كيف يعني؟ ما واثقة فيني يا بنت خميس؟ أنت بعدك ما تعرفين مرشد. مرشد إذا حب يضحي بحياته، لكن ما عليه. تفضلي، ها تنازل تحت امرك. هذه الورقه معك الحين، وقريها لابوك وخبريه، قولي لان فعل المرشد تنازل. لكن ما خبرتيني ايش سويتي في موضوعك. انا كلمت حسان في الطلاق. المساله مساله وقت، حتى عمتي خبرتها في الموضوع. تعرف ان الموضوع بالنسبة لهم صدمة، لكن كل الامور بتكون مثل ما نريد. اتمنى ان هذا الموضوع ما يطول يا سلمى. هو عندك لنهاية الاسبوع، ولازم اشوفك في هذا المكان نفسه عشان تخبرين ايش سويتي. وبعدين لا تستغربين اذا شفتيني من اليوم ورايح مع ابوك، لاني احب اطمنك كل اللي يريده على فتدل إياه، بس بشروطي أنا. أعتقد فهمتيني.
نفسي مستغرب وإيش كانت تسوي هناك في هذه الحارة المحقورة. شفت حد جه بعدها نفس ذاك المكان؟ ولا حتى سنور خرج من هناك. أصلا ذي الحارة ما حد يقربها في ذي الأيام، وهي كانت تتمشى بنفسها. زي سويت يا ولدي يوم ما خليتها تشوفك. أنا بنفسي مستغرب ليش سويت كذاك، ما أعرف ليش تخبيت عنها. أحسن، المهم أنت الحين خلي الموضوع هذا ما كأن عندك خبر عن شيء أبدا، خلي الموضوع يمشي عادي. ليش يا أمي؟ من غير ما تسألني ليش، تسوي اللي أقول لك عليه وبس. لكن عندي شيئين مهمين. وإيش هما؟ أول شيء إياني وإياك تطلقها، حتى لو هي حاولت تقنعك بالطلاق، لأني أعرف أنها هي ما بتسكت عن هذا الموضوع. والشيء الثاني تراقبها، يعني اتراقب روحاتها جياتها، بس ها من غير ما تحس فيك. واريد هذا الموضوع يكون سر بيني وبينك، علشان اعرف بالضبط هذه الحرمة ايش ناوية تسوي. وانت ثاني مرة تخبرني عن عمك مرشد وسلمى، انت متأكد من هذا الكلام اللي قوله او انك جالس تخرف؟ متأكد 100%، بس هذه المرة ما خليتهم يشوفوني لاني انضبيت في واحد من البيوت القديمة. وايش كانوا يقولوا؟ ما سمعتهم يا عمتي لان المكان كان ظلام. ظلام؟ وانت تسمع بعينك ولا انك تسمع باذنينك؟ اسمعني زين يا مطر. نعم يا عمتي. مرة ثانية لما تشوف عمك مرشد وسلمى متواعدين في الحارة القديمة تعال بالمرة وخبرني، عشان ابغى اشوفهم بعيني هذيلة. انت يبغالك اسبوع لغاية ما توصلي عندهم. وليش؟ شوفي نفسك وانت تعرفي. كذاك مطر. ماشي ماشي، قوم مطر، قوم سير الدكان عند عمك مرشد، قوم. وين عمي مرشد؟ في الحارة القديمة. مطر في السوق، لا في المزرعة، صاحب الطوي مات مات مات. أعطاني هذه الورقة علشان أعطيك إياها. وأنت وين حصلتي مرشد؟ عند الباب قاع علشان يعطيك هذه الورقة، شافني قال لي أعطيك إياها. جاي أنا جاي. ايش هاي يا سلمى؟ هذا معناته يا ابوي انه مرشد نازل عن قضية. ليش؟ ومقابل ايش؟ معقولة؟ معقولة مرشد يكون طيب؟ من متى كان كريم وما تهمه نفسه؟ في ايش يفكر مرشد؟ ايش اللي ناوي عليه؟ لا تعقد الامور يا ابوي، يمكن يكون مرشد تغير، ويمكن يكون حسب اخطائه. مستحيل يتغير، فاقد الإحساس، عمره ما يعرف يحس. يا خوفي من اللي يفكر فيه مرشد، الخوف من اللي ما نعرفه أصعب بمليون مرة من الخوف اللي نعرفه. خليك هادي يا أبوي واستعين بالله. عمري ما كنت هادي في موضوع مرشد فيه طرف. مرشد هذا ما بقى لي شيء، خذ مني كل شيء إلا شيء واحد ما قدر يأخذ مني.
وهذا الشيء هو انت يا سلمى. ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان، ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان، حتى المكان لا يرجع ولا يرفع، حتى المكان لا يرجع ولا يرفع، تبقى في نفس الزمان في نفس المكان، تفقد الأمان كل الأمان، تعيش في دوامة ندم أو في العدم.